مرحبا، أنا إيهاب وهذا فيديو اليوم. يمكن أحسن مقدمة أبدأ فيها هو عن خبر إنه إصابة كورونا قلت بنسبة 90% وإنه قرار CDC لشيل الماسك كان مفعوله عكس المتوقع. كثير ناس ما كانوا ماخذين اللقاح قبل، شغلة شيلة الماسك شجعتهم إنهم ياخذوه، وبصراحة هذا عكس تماما ما كنت أنا متوقعه، فالحمد لله. سلام، سامحونا على هذه الغيبة البسيطة، ما في أخبار مهمة كثير صارت وحسيت إنها ممكن تهمكم، فما حبيت أضيع وقتكم، لكن هني رجعت لكم بأخبار إن شاء الله تكون مفيدة. اليوم حتكلم عن قطع معونة البطالة، حتكلم عن تطورات خطة البنية التحتية، حتكلم عن ميزانية فلوريدا الجديدة، بعدها عن إيميلات فاوتشي ورده على الجمهوريين، وحتكلم عن حالة اللقاح وكورونا في أمريكا. هلأ بخصوص معونة البطالة، 24 ولاية حكامها جمهوريين قرروا انهم حيقطعوا مساعدات البطالة. ميزوري، ايوا، ميسيسيبي والاسكا حيقطعوا المساعدات يوم 12/6. انديانا، الاباما، نبراسكا، ويست فيرجينيا، ايداهو، نيو هامشير، نورث داكوتا، ويومينغ حيقطعوها يوم 19/6. فلوريدا، تكساس، اوهايو، جورجيا، يوتا، اوكلاهوما، اركنسا وساوث داكوتا حيقطعوها يوم 26/6. مونتانا يوم 27/6. ساوث كارولاينا آخر 6. تينيسي 3 من شهر 7 يوم 3/7. أريزونا يوم 10 من شهر 7. مع أنه هذا البرنامج لازم يستمر ليوم 6 سبتمبر، الجمهوريين رجعوا يحكوا نفس الكلام اللي كانوا يقولوه قبل، أنه $300 زيادة بالأسبوع مبلغ كبير وما بحفز الناس يرجعوا شغلهم. هلأ إحنا عندنا ناس مش ملاقيين شغل، وبنفس الوقت عندنا شغل كثير متوفر ومش لاقيين حدا يشتغل، فكل الموضوع عندهم هلأ إنه لازم نجبر الناس يرجعوا شغلهم. هلأ لو نعمل حسبة بسيطة بنلاقي إنه كل متوسط مساعدات البطالة تقريبا $387 بالأسبوع، مع المساعدة الفيدرالية الرقم بوصل $687. هيك بطلع معدل الراتب للشخص في الساعة لو كان بيشتغل 40 ساعة بالأسبوع هو $17.17، وهذا أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور بالساعة حسب الحكومة الفيدرالية. لكن جيروم بال مدير البنك الاحتياطي الفيدرالي بيحكي إنه المفروض ما يكون في أزمة ووجع راس بخصوص هذا الموضوع، لأنه بيستبعد إنه الحكومة الفيدرالية تمدد هيك مساعدات بعد ما تنتهي في شهر سبتمبر. دونالد بير رئيس لجنة الأحزاب المشتركة في الهاوس، هو أصلا ديمقراطي، ما عجبه هذا التصرف وحكى إنه قطع مساعدات البطالة عن الناس رح يسبب خسارة بقيمة $755 مليون بالأسبوع الواحد، وإنه كل دولار الحكومة بتصرفه بيرجع للاقتصاد $1.61 في مصاريف الشخص في اليوم العادي، وإنه الـ 24 ولاية اللي ناويين يوقفوا المعونات حتجيهم خسارة بقيمة $12 مليار من هون لحد يوم 5 سبتمبر. وكلامهم بخصوص إنه مساعدة البطالة هي سبب المشاكل الاقتصادية في البلد من نقص عمالة، فتقرير من JP Morgan بيحكي عكس هيك، بيحكي انه اللي قاعدين يسووه الجمهوريين هلأ هو بدوافع سياسية مش اقتصادية، وانه تكساس لحالها حتخسر $3.5 مليار، وبعدها اوهايو حتخسر $2 مليار. تقرير الوظائف في القطاع الخاص ضاف 978 ألف وظيفة جديدة في شهر مايو، وهذا أكثر من رقم 680 ألف اللي الخبراء اتوقعوه، وهذا مبشر خير لتقرير الوظائف اللي حنشوفه يوم الجمعة إن شاء الله. فقصة كورونا بدأت تنحسر الحمد لله، وهذا مش كلامي، هذا كلام التقرير. انتم شو رأيكم بالموضوع؟ بتشوفوا انه المساعدات مفيدة ولا صارت مضرة للاقتصاد؟ هلأ بخصوص اخر تطورات خطة البنية التحتية، جو بايدن وشيلي كابيتو اللي بتمثل الجمهوريين في هاي المفاوضات بين الاحزاب اجتمعوا لمدة تقريبا ساعة في البيت الابيض يوم الاربعاء، وعملوا اتفاق انه حيكون في اجتماعات ثانية بين الاحزاب الاثنين عشان يتكلموا اكثر بخصوص الخطة المترقبة. البيت الابيض علق وقال انه الاجتماع كان كثير مفيد ومهم، وانه المحادثات كانت جدية لانه الهدف هو تحسين الاقتصاد ونموه وخاصة للعوائل من الطبقة المتوسطة، وغير هيك حيكون في اجتماع ثاني بين نفس الاطراف يوم الجمعة. المتحدثة باسم السيناتور كابيتو علقت وحكت انهم كثير متفائلين بهيك مفاوضات وانه الموضوع مستمر وحيكون في اجتماع ثاني. الاجتماع بينهم كان اجتماع مغلق، وبعدها بايدن راح يحتفل بعيد ميلاد مرته. كابيتو ما جاوبت على أي أسئلة من الصحفيين. جين ساكي حكت إنه الاجتماع كان مناقشات أكثر من إنه تبادل أوراق. شو قصدها؟ قصدها إنه بايدن ما أعطى كابيتو أو الجمهوريين عرض ثاني بعد ما الجمهوريين عرضوا عليه $928 مليار كخطة للبنية التحتية. هلأ اللي حيصير هو في عندنا تاريخ 7 يونيو، فيه حنشوف كيف البيت الأبيض حيمشي هذا الموضوع.
هل حيكملوا نقاش ويوصلوا لحل او حيكملوا بدون موافقه من الحزب الجمهوري ويخلصوا الموضوع لحالهم. هلا لو بدي اشرح لكم كيف الموضوع تقريبا، تخيلوا المسافه بينهم 1 ميل. بعد كل هالنقاش والكلام فهم قربوا من بعض 3 اقدام، لانه الاثنين في اتفاق بينهم على ضروره انه يكون في خطه للبنيه التحتيه، لكنهم مش متفقين على الارقام وغير هيك طريقه الدفع للخطه. دائما بيقولوا انه الاجتماعات كانت مهمه ومفيده وفي اخر لحظه بخبصوا الموضوع كله. بخصوص طريقة الدفع، في كلام انه بايدن راح يعرض على الجمهوريين انه ما يرفع الضريبة على الشركات والمؤسسات الكبيرة ويخليها 28% زي ما حكى قبل. بحكي انه بده يخليها على الاقل تكون 15%، لكن بشرط انه كل شركة لازم تدفع هاي الضريبة، وما تيجي شركة تحاول تستخدم اي كود ضريبي عشان تتهرب من الضريبة. هاي المحاولة يمكن بحاول فيها انه يرضي الجمهوريين ويخليهم يكونوا في صفه في هاي الخطة. هلأ بخصوص فلوريدا، دي سانتس حاكم ولاية فلوريدا وقع امبارح يوم الأربعاء ميزانية الولاية وكانت بقيمة 101.5 مليار دولار. هذا المبلغ أكبر من الميزانية الماضية ب 9 مليار دولار، وفيها زاد بميزانية التعليم والصحة والبرامج البيئية. لكن أهم شيء في الموضوع هو أكثر من 175 ألف من طاقم التدريس و 3000 مدير ومديرة مدرسة وغيرهم من اللي اشتغلوا في الصفوف الأولى رح يستلموا شيك تحفيز اقتصاد بقيمة 1000 دولار. أقل راتب لطاقم التدريس حيكون 47,500 دولار، وفي دعم أكبر للجامعات. دي سانتس بيشوف إنه إغلاق البلد وتقليل الصرف اللي صار حط فلوس أكثر في إيديه، وعشان فتح البلد بسرعة وعزز اقتصادها فهلأ بيقدر يصرف وباله مرتاح. على فكرة صاحبي بيحكي له إنه دي سانتس ناوي ينزل انتخابات 2024 واحتمال كبير يربح لأنه محبوب بين الجمهوريين وشاطر كثير، بس مش عارف عن ترامب إذا حينزل ولا لا. لكن اللي سمعته انه بيشوف انه دي سانتس ممكن يكون نائب رئيس جيد لإله. هلا بخصوص ايميلات فاوتشي، بس في نزلت ايميلات لفاوتشي مع علماء وزملاء وناس عاديين واعلاميين وكل شيء بعته السنه الماضيه بين شهر 1 وشهر 6 تقريبا. هلا شو اللي جنن الجمهوريين ضده؟ هو انه فاوتشي في ايميل من ايميلاته حكى انه ما بيستبعد انه فيروس كورونا اتسرب من مختبر بيولوجي في مدينه ووهان الصينيه، ولكن حاليا هو بيحكي انه مصدر الفيروس هو اقرب لانتقاله من الحيوان للانسان. فالجمهوريين طلعوا يحكوا انه فاوتشي بيناقض حاله وبيحكي كلام، وهلأ بيجي يحكي عكسه وعدنا الدليل مكتوب. هلأ فاوتشي رد وبيحكي انه هو لسه شايف انه الفيروس اجا من الحيوان وانتقل للانسان وهو سبب الكورونا فيروس، لكن بنفس الوقت ما رح يلغي فكرة انه الفيروس ممكن يكون انعمل في مختبر. يعني هو تارك جميع الابواب مفتوحة. ليش الجمهوريين بيسووا هيك؟ هم بيشوفوا انه فاوتشي هو سبب خسارة ترامب للانتخابات، وانه اي شيء بيقدروا يمسكوه ضده رح يستخدموه. وغير هيك هلا في لجنه انعملت عشان يحققوا في مصدر الفيروس، فنصبر ونشوف. هلا بخصوص حالات كورونا واللقاح في امريكا، اداره بايدن رح توزع 25 مليون لقاح للعالم. هاي محاوله تخفيف عن باقي الدول بعد ما وصلنا لمرحله انه اكثر من 50% من البالغين اخذوا اللقاح. امبارح سجلت اكثر من 16 الف حاله اصابه جديده، وبهيك عندنا أكثر من 33.3 مليون حالة إصابة مؤكدة. حالات الوفاة كانت عن 610 حالة وفاة، العدد الكلي أكثر من 595 ألف شخص مات للأسف. في أكثر من 296 مليون جرعة أولى انعطت في أمريكا، وفي أكثر من 136 مليون أمريكي استلموا الجرعتين، وإحنا هلأ واقفين عند نسبة 41.48% من الناس أخذوا اللقاح بشكل كامل. لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين أصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا أوريدي مشتركين، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.